بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. تاليا كتائب الحسن التابعة لقوات المغاوير العاملة على جبهة جنوبية محافظة حمص عن قيام كتائب الجيش الحر والسوار في منطقة الريف الجنوبي عن اقتحام وتدمير كتيبة 741 أم الصخرة العسكرية اختصاص دفاع جوي، حيث تم تدمير دبابتين 72 ودبابتين 62 واغتنام ثلاث مدافع مضاد طيران عيار 23 وسقوط 20 جندي من الكتيبة بين قتيل وجريح. كما نعلن إن شاء الله أننا مستعدون دائما عن فك الحصار عن إخوتنا المجاهدين في مدينة حمص الجريحة. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.